السلام عليكم، معكم سالم. دوزيام فيديو تاع اليوم. اليوم جينا نهضروا على هجوم المنتخب الوطني الجزائري مع تألق اللاعبين تاعو في هذا الموسم. نبداو بأول لاعب اللي هو بون جحلة، ويؤدي موسم رائع مع نادي السد القطري، وسجل في الماتش اللي فات 3 أهداف كونتر نادي الريان القطري. ولاعب تاني اللي هو إسحاق بالفوديل، اللي هاد اللاعب لازم يولي المنتخب الوطني الجزائري في أسرع وقت ممكن، لأنه أنا راني نشوف فيه ويقدم مباريات مليحة مع النادي تاعو ستوندار دو رياج، أو يقدم تمريرات، راهو يدريبلي، راهو يسجل اهداف بالراس بالارجل. هاد اللاعب لازم يولي المنتخب الوطني الجزائري، خصنا لاعب كيما هو في المنتخب يقدر يلعب بالفوديل، سواء ميليو اوفونسيف اللي يقدر يلعب في الارويقه، ولا يقدر يلعب مهاجم. ولاعب ثالث اللي هو بنزيا، اللي كان عنده مشاكل مع المدرب تاعو انطونيتي، ودوكا كي انطونيتي راح بنزيا راهو يولي يلعب بالعقل مع الفريق تاعو ليل، وان شاء الله نشوفوه يقدم مستوى ويولي المستوى تاعو ان شاء الله ويسجل اهداف. واللاعب الاخر اللي هو سفيان هني، كيف هاد اللاعب سجل تاني مع المنتخب مع الفريق تاعو اندرلخت في المباراة السابقة، وقدم تاني مردود مليح مع الفريق تاعو. والمهاجم الاخر تاني كاين سوداني اللي ولا من الاصابة، وراهو يقدم تاني مباريات مليحة مع النادي تاعو دينامو زاغرب، وهو يولي المستوى ان شاء الله. وكاين تاني مهاجم اخر اللي كان يلعب في الدوري الجزائري مع مولودية العلمة، اللي هو شنيحي، اللي راهو يتصدر قائمة هدافي الدوري التونسي مع النادي تاعو النادي الافريقي. وعلاش لا ما نشوفوش هاد اللاعب سيه اللي كان في المنتخب الوطني الجزائري. دونك كيما رانا نشوفو، عندنا قائمة كبيرة تاع مهاجمين، بلا ما نساو اسلام سليماني اللي قدم البارح مباراة رائعة مع الفريق تاعو ليستر سيتي، وقدم تمريرتين حاسمتين، ورياض محرز تاني قدم تمريرة حاسمة. دونك عندنا هجوم من النوع الرافع، عندنا هجوم ذهبي، وان شاء الله الناخب الوطني جورج ليكنز يستغل هاد الهجوم، وعلاش لا يجيب لنا كأس افريقيا ونقدموا مردود مليح في المباريات القادمة، خاصة كأس امم افريقيا القادمة. دونك بهاد الهجوم كاع عندنا معظم اللاعبين ما يلعبوش، كاع اللاعبين هذو اللي ذكرتهم لكم ما يلعبوش في الدوري الجزائري، وراهم يقدموا مردود مليح، وان شاء الله هاد المردود اللي يقدموا في الانديه تاعهم يقدموه مع المنتخب الوطني الجزائري، ويعطونا اشياء ايجابيه، سواء في تصفيات كاس العالم 2018 ولا باش نديروا منافسه كبيره وقويه في كاس امم افريقيا القادمه ان شاء الله. دونك انا معكم سالم، ما تنساوش تابوني في لاشين يوتيوب تاعي، اي ابيونتو بوغ نوفيل فيديو. سلام عليكم.